نعم. عذرا دكتور، لكن بالتفاصيل ما الضامن أن يكون الطالب هو يعني من يجيب في الامتحان، خصوصا يعني كما تعلم أن هناك حالات غش حصلت داخل القاعة الامتحانية بوجود المراقبين، فكيف بامتحان وهو يعني في المنزل يعني ويمتحن إلكترونيا؟ أستاذ قصي، أنا أتمنى أنه ما نسلط الضوء كثيرا على هذه الفقرة، هي حقيقة فقرة تحدي جدا كبيرة، لذلك أشرنا أنه ثقتنا بالطالب العراقي هي ثقة ضخمة وكبيرة، وحقيقة طالب العراقي يستحق هذه الثقة، وبالتالي سلوكياته وممارساته هي اللي راح ترسم المستقبل وترسم آثارها. حالات الغش هي موجودة وإحنا نعترف، ولا توجد طريقة تقنية ولا غيرها من التقنيات تغلق كافة المنافذ على مثل هكذا تصرفات، احنا نسميها وحضرتك تسميها لربما نتفق انه نسميها تصرفات شاذة، هي دخيلة على المجتمع التعليمي ودخيلة على البيئة العراقية الأصيلة المثقفة، لذلك احنا معولين فعلا على سلوكيات وأخلاقيات طالبنا العراقي، ويعتمد على نفسه ويعتمد على المادة العلمية، لأن حقيقة احنا لا نركز بشكل كبير على موضوع النجاح والرسوب وخاصة في الجامعات، لأن حضرتك تعرف الجامعات هم بنات المستقبل. اليوم الجامعات التركيز أكثر راح يكون على بناء القدرات، بناء المهارات. نشوف اليوم الممارسة الإلكترونية اليوم بنت لنا يعني تصرفات جديدة وسلوكيات جديدة، تحولنا إلى أنماط عيش مختلفة تختلف عما كنا نعيشه سابقا بفضل وجود هذه التقنيات. لذلك احنا أملنا وتعويننا كبير جدا على سلوكيات طالبنا العراقي وهو جدير بهذه الثقة إن شاء الله. مع ذلك أكو تدابير تقوم بها الجهات المعنية ومحاولة تقليل هذه الأمور، تقليل هذه الأمور قدر الإمكان، كشف موضوع التجمعات الطلابية مع بعضهم البعض، هذه التقنية ممكن أنه تكون تقليل محاولات الغش من خلال أنه تكون الأسئلة هي تظهر بشكل عشوائي والإجابات تظهر بشكل عشوائي، هناك جروبات أنه لكل مجموعة طلبة تكون جروبات مختلفة بنفس المستوى وبالعدالة بتقديم الأسئلة، هناك كثير من الممارسات، لكن أنا أؤيد أنه لابد أنه هي مو حاكمة بالكامل، لكن احنا نأول بالجانب الآخر، جانب النقص اللي عندنا على ثقتنا بالطالب العراقي إن شاء الله. دكتور